حفلة النوم المتجمدة. أولا، ماذا علي أن أحضر إلى حفلة المبيت؟ إنه ليس يوم لوسي المحظوظ. هل سترتدي لوسي ملابس قديمة من المستودع؟ هيا يا أصدقاء، أحضروا أغراضكم. لوسي القديمة. مرحبا. لنذهب إلى السرير. إنهم مجرد حظ سيء. أصدقاء، أتشاركون بطانيتكم؟ ماذا لو كان هناك صرصور آخر؟ حسناً، لست بحاجة إليكم. يا إلهي، لوسي المسكينة. بطانية إيمي صغيرة جداً بحيث لا تغطيهما معاً، والطقس يزداد برودة وبرودة. نانسي، لا تتأثري فقط، دعينا نتشارك. يتشاجر ولف وبوفو مع بعضهما البعض طوال اليوم. ولف الفقير مقابل بوفو الغني. ولفو، ما الخطب؟ ها؟ دعونا نرى ما الذي جعل ولفو حزينا جدا. مرحبا شباب. أوه لا. لم يلاحظ أحد ولفو. لقد كانوا ينظرون فقط إلى سيارة بوفو. لن ألعب مع بوفو بعد الآن، لن يتغير أبداً. يا إلهي، حتى أن ولفو يتخيل أن يكبر مع بوفو. حان وقت تغيير الحفاضة. واو.
تلمس ألعاب بوفو عزيزي. إنه لطيف جدا، صحيح؟ هذه فكرة بوفو. نعم، أنا آسف، ما زلنا أصدقاء، أليس كذلك؟ نعم. هيا. لا يزال بوفو يهتم بولفو هكذا. أطفال، دعونا دائما نعتز بصداقاتنا. السرطي الوحيد. حسناً حسناً، لم أنسى لعبة الشرطي الخاصة بك. من هنا؟ هل هي يوكو؟ هنا لا يزال ووكو ينتظر بفارغ الصبر وصول كات. عفواً، لقد نسيت، أتت يوكي لزيارتي. بخير، إذن يمكننا اللعب هنا؟ هل تريدين الانضمام إلينا؟ من المفترض أن يحاول السجناء الهروب من السجن. يا سجناء، اهربوا! يا إلهي، الضابط وولفو غاضب بالفعل. دعيني أخبرك. كات لا تلعب معي بسبب يوكو. أيها الضابط، ساعدني، لدي ألم في المعدة. لا. الآن نحن أحرار، هيا نلعب بالدمى. تريدين اللعب مع يوكو فقط؟ لا، أريد أن أقضي القليل من الوقت معها لأننا لم نلتقي منذ فترة. لم نقصد أن نتجاهلك. هل تصالحنا؟ لا تضحك على وولفو. ما الذي يشاهدونه وهم سعداء؟ يبدو وولفو مضحكا جدا. مطلقا. هذا لطيف وولفو. توقف. لا أريد أن ألعب معك بعد الآن. هي.
وولف بموقفه هذا جعل صديقه غاضبا للغاية. هل هذا التفكير في وولف صحيح؟ يعتقد وولف أن أصدقائه لن يلعبوا معه كما لو كانوا صغاراً. أصدقائي لا يريدون اللعب معي أبداً. الأمر ليس كذلك وولف. لقد أغضبتهم. تريد أن أتدخل وتقول آسف؟ أنا آسف على إتلاف ألبومك. حسناً، ضحكنا عليك. هيا لنضع المكياج. دعونا دائماً نعتز بالصداقة. ماذا يحدث هنا؟ رفاق. اختفى أصدقاء وولف. حسناً، وولف جيد جداً في الكرة الطائرة. وولف، اخرج! من دون وولف، هل يستطيع باندو هزيمة فريق بوفو؟ لا أريد أن ألعب معهم بعد الآن. ولهذا السبب لن تكون صداقة وولف جيدة كما كانت من قبل. لا! آنسة! أين بوفو؟ بيجي وباندو! أنا مشغول الآن، سأعود في وقت لاحق.
اعتز بصداقتك حتى لا تندم عليها. وولفو! تستحقها! أنا آسف جداً! تعالوا تعالوا! أنا آسف لكنها مجرد عناكب كرتونية! نعم! اذهبي اذهبي اذهبي! لنلعب معاً! ساعدني ساعدني ساعدني! لا تخافوا! هذا طالبنا الجديد! مرحباً! من يريد الجلوس مع صديق جديد؟ انتظروني! لا أحد يلعب مع صديق جديد! مرحباً! 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 وهذا لك! أنت ترى ذلك! وولف لطيف للغاية! باندو! كيف تلعب معه؟ إنه مخيف! لا لا! إنه لطيف! شكراً لك! هاي! من أنت؟ إنها لك! لك! شكراً لك! وولف من هذا النوع! لا! شكراً! ساعدني ساعدني ساعدني! ربما أساء بيجي فهم وولف! لقد توقع أن الكهرباء ستقطع. أراد أن يعطينا الشموع. وولفو! وولفو! نحن آسفون لإساءة ظنك. إنها لكم! يا أصدقاء، لا تحكموا على الآخرين أبداً من خلال مظهرهم. اذهبي اذهبي ابتعدي. يجب ألا يظل الأصدقاء غاضبين من بعضهم البعض. باندو، ساعدني بسرعة. لا يزال باندو مشغولا في قطف التفاح. يتشاجر الأصدقاء. أحيانا نتشاجر أنا وأصدقائي. حقا؟ رائع! هذا عندما كانت الأمهات أطفالاً! يا إلهي! مرحباً! لأجلك! مرحباً!
يا إلهي، هذه كانت لوحة المكياج المفضلة لدى مامي بير. توقفي توقفي. أمي لكن أنا وهي نساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة. مرحبا مرحبا. مرحبا. حسنا. انظري. يا إلهي، الفأر أفسد ثوب الأم والعرض قادم. لنذهب. مرحبا. واو. لقد صنعت كل هذه الزهور الجميلة. وبسبب التوصية التي قالتها تم بيع جميع زهور والدة وولفو. فهم، سأقوم بالتصالح مع باندو. نعم. نانسي أخلفت الوعد. قريبا ستعقد قرية باوتون مسابقة أزياء. من حسن حظك الانضمام إلى هذه المسابقة معي. غدا سنحصل على الجائزة الأولى بالتأكيد. لوسي ونانسي متحمسات للغاية لهذه المنافسة. الجميع سيرتدون نفس الزي مثل لوسي ونانسي. إذا ارتديت زيا آخر فسأبرز. هذه فعالية وينزداي فقط. لوسي. هل يمكنني أن آتي معك من فضلك؟ لقد حنثتي بوعدنا. أنا آسفة، لن أفعل ذلك مرة أخرى.
مكاني. نانسي. يا ريما. تذكروا دائما الوفاء بوعودكم. إيمي المخيفة. ابتعدي، لا تؤذي الهامستر. مهلا، أنت تخيفينا. هدير إيمي مخيف جدا، كانت تخيف بي. لا تخف، أنا سأحميك. ماذا حدث الآن؟ لم يبقى مقعد، يمكنك الجلوس هناك. يا إلهي لوسي، لا يمكنك معاملة الأصدقاء بهذه الطريقة. هيا لنلعب، أنت من سيمسك بنا. يبدو أن لوسي تسيء فهم شيء ما. لا تتنمرين علي. قصدت هذا. تصرفات لوسي جعلت الجميع ينظرون نظرة سيئة إلى إيمي. هل سألتِ كاسبر وإيمي عما حدث بالفعل؟ اتضح أن إيمي فتاة لطيفة. في المرة القادمة يجب أن تنظري في الأمور بعناية. أنا آسفة لسوء فهمك. يا أطفال، تذكروا أن لا تتسرعوا أبداً في الحكم على الآخرين. دعونا نتخرج معاً. انتظر باندو، انتظر. رائع، الطفل وولف والطفل باندو يبدوان لطيفين للغاية في ملابس التخرج. لماذا لم يأتي باندو بعد؟ وولف قلق للغاية. مرحبا أطفال، واحد، اثنان، ثلاثة. وولف، أنا هنا. يوم واحد فقط وستتخرج، لذلك لا تدع أي شيء يحدث لك. نعم. انتظري لوسي. <أوه. تصفيق>
أوه لا، لقد نسي وولف إغلاق النافذة، فاندفعت الرياح الباردة إلى الغرفة. وولفو استلقي لتسترح. لا، أنا بحاجة للذهاب إلى المدرسة هذا الصباح لحضور حفل التخرج مع أصدقائي. أسرع بسرعة. آسفة باندو، مريض وولفو ولن يستطيع الذهاب اليوم. باندو انتظرني. وولفو هل أنت بخير؟ وولفو وولفو أها وولفو يوم تخرج سعيد. وولفو دعنا نحتفل بتخرجك في المنزل. نعم. هيا يا أطفال هيا. صداقة وولف وباندو مذهلة، أليس كذلك يا رفاق؟ عندما رأى وولف أصدقاءه يذهبون إلى المدرسة كان حزينا جدا. أرجوكم دعوني أذهب إلى المدرسة. أمي! لقد صنعتها بنفسي للعام الجديد، سأعطيها لأصدقائي. مرحباً، إنها هدية صغيرة ولكنها ذات معنى، أصدقاء وولفو يحبون ذلك حقاً. وداعاً! أوه لا، لقد أدى المطر المفاجئ إلى إصابة وولفو بحمى شديدة. يرجى البقاء في المستشفى حتى تتعافى. سيكون العام الدراسي الجديد به العديد من الأنشطة المثيرة، ولكن لسوء الحظ لا يستطيع وولفو الانضمام إلى معلميه وأصدقائه. وولفو وولفو أمي أريد أن أذهب إلى المدرسة مع أصدقائي. أنت لم تتعافى بعد يا وولفو. وولفو وولفو مرحبا بكم في العام الدراسي الجديد. هذا من أجل وولفو. وولفو تعافى قريبا واذهب إلى المدرسة معنا. أتمنى أن أكون هناك. رائع، مفاجأة لوولفو. الجميع هنا للترحيب بالعام الدراسي الجديد معكم. صداقتهم عظيمة جدا، أليس كذلك؟